بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الجديد. لا تزال العروضات والدعايات والمنتجات ويعني تملأ وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق، وكنا في مشكلة أصبحنا في مشاكل. كنا في مشكلة الأسواق والمحلات، ولكن من يسيطر على السوق الأكبر وهو سوق السوشيال ميديا؟ كل موقع هناك العديد من الصفحات التي تسوق لمنتجات البشرة، ونرجع ونقول لديك سيدتي في المنزل كنوز استغليها. واحدة من هذه الكنوز التي سوف نستخدمها اليوم ونستغلها لأبرز ما تسعين إليه. دائما تبحثون عن التقشير، تبييض، تقشير، ترطيب، هذه العناوين الثلاثة يعني سرعان ما يتهافت الصبايا والسيدات وراء هذه المسميات. طب موجودة، وبالعكس اليوم راح نديكم منتج للتقشير، ولكن تقشير طبيعي وليس التقشير مصطنع بمواد اصطناعية كيميائية. ما الفرق؟ التقشير بالمواد الكيميائية يذكرنا بالمضاد الحيوي، يقتل البكتيريا النافعة والضارة، وهذه المواد تقشر الخلايا الميتة والخلايا الجيدة، وهذه مصيبة، يعني تجعل بشرتك أكثر تحسسا وأكثر قابلية للتهتك وأكثر قابلية للمرض وأكثر قابلية لعدم النضارة. كل هذا تعمليه عشان تقشري؟ ولا، والجميل في الموضوع وسائل الإغراء، تقشير بالبرتقال، تقشير بالليمون، هذا فيتامين سي، هذا فيتامين بطيخ، كله كذب. ألوان، صبغات، رسمة البرتقالة، رسمة الأفوكادو، رسمة البسرمين، وانت ماشية ولا الرسومات، وليس وراء مين؟ المحتوى. ماذا تعرفين عن المحتوى؟ لا شيء. طب ليش ما أنا أسيطر على المحتوى وموجود عندي في البيت؟ مين ما عنده في البيت العدس الأحمر، العدس المجروش؟ كل بيت موجود، واللي مش موجود لو نزل على البقالة اللي تحت بيجيب، متوفر طوال العام. طيب خلينا نشوف كيف بدي أستغل هذا المنتج الرائع جدا جدا جدا. طبعا هذا العدس المجروش بالإضافة إنه بروتين ومغذي للبشرة، في عندي مغنيسيوم وعندي فوليت وعندي كمان ايش، فايبرز الالياف. فاكرين مرة تكلمنا انه اساس المشكلة من الداخل، واحدة من اهم العوامل هو مين؟ هو الكوليسترول اللي بيخربط للبشرة كلها. وجود الالياف في العدس بيقلل من ايش، او بضبط عملية الكوليسترول. وجود المغنيسيوم بيظبط لي الدورة الدموية وبعمل يعني اندفاع للدم، وبالتالي اندفاع الدم يعني اندفاع مغذيات، فالمغذيات الموجودة عندك بدها تذهب لهذا المكان اللي حنحط عليه العدس. والفوليت طبعا عنصر رائع جدا جدا، وهو اللي بيمنع أي تهتكات أو تشوهات موجودة سواء بالبشرة أو في الداخل أو في خارج الجسم. وطبعا حيساعد في تكوين الفوليك أسيد الطبيعي في داخل الجسم. طب إيش بدنا إحنا من هيك؟ أضيفوا كمان معلومة إنه العدس الأحمر هذا هو مقشر طبيعي. ما معنى هلأ مقشر طبيعي؟ فقط الخلايا الميتة هي التي إيش؟ تسقط تنظف.
في بعض الحالات تقول والله أنا عملت بس ما قشر، إذن بشرتك لا تحتاج، بشرتك لا تحتاج، ولا قشر قليل معناته كان في قليل، ولا قشر كثير ما شاء الله شال، لأنه بشرتك كانت تعبانة. شفتوا كيف يتفاعل هذا الشيء الطبيعي، يتفاعل مع طبيعة الجسم. وين في بقدر الخلل، الخلل عندي 10% يتفاعل 10%، 50-50، 100% يتفاعل 100%. طب كيف نستخدم هذا المنتج؟ بدنا نطحن هالعدس المجروش، باي طحانة موجودة في البيت، طحانة البذور، طحانة القهوة، بنطحنه ويخرج لنا البودرة مطحون طحين. وهذا الطحين بإمكاني الآن أني أضيف عليه ما شئت، ممكن أضيف عليه محلول من العسل عشان القوام، ممكن أضيف عليه الفاسلين الطبي، تمام، وممكن أضيف عليه بعض الكبسولات زي ما حكينا إذا كان متوفر من زيت السمك مثلا، الأوميجا 3، في أوميجا 3 مع فيتامين دال، في الفيتامين ها، تمام، في الفلاكس سيدز، البذور الكتان برضو موجودين على هيئة كبسولات زيتية، بفرغهم وبحط مثلا كبسولة كبسولة كبسولة. أنا بس غرضه التعزيز. طب ما عنديش، مش ضروري أروح أشتري، لا ما تروحيش، هذا يكفي، تمام. والآن بنظف البشرة، كيف أنظفها؟ بدي أعمل غسول. هلأ ممكن أعمل غسول من هذا المنتج، يعني بجيب ملعقة صغيرة من مطحون العدس، تمام، أو قبل الطحن بخليه شوية من العدس الحب المجروش وبغليهم، وهذا مية العدس اللي بتطلع بغسل فيها مين؟ البشرة. هذا نوع من الغسول. نوع الثاني بعمل من إكليل الجبل غسول، بعمل من البابونج غسول، تمام. ما هو متوفر لديك في المنزل ممكن نعمل غسول. الشاي الأخضر أحلى غسول من الشاي الأخضر، وأكيد الشاي الأخضر لا يفارق منازلكم لأنه هو واحد من المشروبات الهامة جدا في المنزل، تمام. إذا خلصنا الغسول، نشفنا البشرة، بجيب هذا الكريم اللي صنعته من العدس المجروش وبعمل عملية فرك للبشرة إذا أنا بدي تقشير. الآن ما الفرق بين كريم تقشير، بدي أعمل كريم تقشير، وكريم مغذي للبشرة؟ تبع التقشير بحط عليه العسل بدون ما أحلل، يعني ملعقة عسل بحطها مع مطحون العدس المشروش وبخلطهم، بصير عندي قوام لزج، تمام، وبعمل تقشير وبعدين بغسل البشرة. طب أنا ما بدي أعمل تقشير، بدي أعمل كريم مغذي، بروح للفاسلين الطبي، عندي عسل بكسره بالماء، تمام، وبضيف عليه الهدف، بخلي قوامه إيش؟ مقبول. إذن عندي هالاحتمالين اللي هما ورديين. هيك بكون صناعة كريم مغذي. إذا بدنا كريم مقشر طبيعي 100%، أهم شيء إنه عارف محتوى، بدون أي إضافات كيميائية، بدون أي مصائب، مش أنبسط يومين وألاقي مصيبة طلعالي في اليوم الثالث وبعدين حلها، أقعد عاد أدوية رايحة وأدوية جاية، تمام. طبعا لا ننسى أن كل هذه الأمور يجب أن تخضع للأساس. ما هو الأساس؟ هو منظومة تغذوية صحيحة. مش أعمل الكريم وأروح أكل لحوم مصنعة وشبسيات وبعدين نقول والله الكريم ما جاب فايدة. لا، من أن نعمل كريم ونتغذى صح ونفطر صح ويكون غذائنا مش مثالي لكن بعيد عن المدمرات الإنسانية وكل اللي بدك إياه، تمام. المهم يبعد عن
الزيوت المهدرجة، السكر الأبيض، الطحين الأبيض، الشيبسيات، المشروبات الغازية، اللحوم المصنعة، ومفتوحة الطريق أمامك بما شئت، صحة وعافية. ودوما نتمنى لك دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.